السلام عليكم طلاب. بعد ما أخذنا منحني خواص الدايود راح نجي نتعرف على شغلة أو خاصية من خواص الدايود اللي هي المقاومة. مثل ما نعرف الدايود يشتغل بالفورورد أو يتعرض إلى انحياز أمامي وانحياز عكسي. بالانحياز الأمامي يعني بمقاومة، والانحياز العكسي بمقاومة. بالانحياز الأمامي المقاومة تكون متغيرة، يعتمد على منطقة الاستنزاف تكبر أو تصغر. الدايود ممكن أني أشغله أو أعرضه إلى دي سي، فولتية دي سي، وممكن أعرضه إلى فولتية أي سي. الدي سي ريزيستنس اللي يسموها نفس الستاتيك ريزيستنس، قيمتها الار دي يساوي في دي على الاي دي، يسموها دي سي ريزيستنس. هذا قانونها. السؤال اللي يجي عليه، ويعني هسه تقليدية ما بيها فكرة، فموضوع مو ذات أهمية، بس يعني لتتعرف عليه، انه هذا الكيرف عندك نقطة الاي دي. على سبيل المثال الفرع اي منطيك الاي دي 2 ملي امبير، هذا 2 ملي امبير، هذا محور التيار وهذا محور الفولتية. اني المنحني الخواص عندي موجود، فاجي اسقط الاثنين امبير على الكيرف. وين قطعة الكيرف؟ باي نقطة اسقطها عموديا راح تطلع عندي الفولتية. راح اقسم الفولتية على التيار يطلع عندي المقاومة، فولتية على التيار، وهكذا. عندي التيار او عندي دايود اذا تعرض الى مصدر دي سي، الى مصدر اي سي العفو، راح تطلع عندي مقاومة اي سي، او يسموها الدايناميك ريزيستنس. نفس الشيء الدايناميك ريزيستنس، انه الار دي يساوي اخذ نقطتين من الكيو بوينت من نقطة العمل اللي انا انطيك اياها، انطيك نقطة عمل يا اما فولتية او تيار، اسقطها عموديا واخذ نقطة قبلها ونقطة بعدها، نقطة قبلها ونقطة بعدها، النقطة اللي قبلها واللي بعدها اجي اسقطها افقيا على محور التيار، اطلع نقطتين، انقص الكبيرة من الصغيرة اللي هي دلتا اي دي، وعموديا اسقطها على محور الفولتية يطلع عندي دلتا في دي. وممكن اني احسب الار دي بكل سهولة، وقلنا ممكن اني احسب الدايناميك ريزيستنس، اطلع الدلتا في دي على الدلتا اي دي. هاي المسائل كلها تنحل يعني على الكيرف، مو حسابين، انه قانون عندك كيرف قدامك، تسقط النقط وتطبق القانون. او ممكن اني احسبها مو على الكيرف، لا، ممكن عن طريق الاشتقاق. راح تطلع عندي الدايناميك ريزيستنس للسيليكون والجرمانيوم هي نفسها اللي هي 26 ملي فولت على الاي دي، تمام، 26 ملي فولت على الاي دي. او ممكن اني اضيف لها مقاومة المادة نفسها للدايود، راح تطلع عندي ار دي داش نفس قيمة المقاومة، بس اسوي لها زائد ار بي. عندي الدايود اكوفالنت سيركيت، الدار المكافئ للدايود. احنا راح ناخذ الثلاث انواع من الدايود، دايود السيليكون، ودايود الجرمانيوم، ودايود اسمه ايديال دايود او الدايود المثالي. الفرق بيناتهم انه هذا شكل الدايود، وهذا الدار المكافئ له. انه بالسيليكون هاي الفي تي او الفي دي هي 0.7، بالجرمانيوم 0.3، اما بالايديال هاي صفر، بس الايديال ماكو في دي، صفر. عند المتغيرات او مواصفات الدايود اللي هي يسموها الفورورد فولتج والفورورد كرنت والريفيرس كرنت والبيك ريفيرس فولتج، ايش قد يتحمل ريفيرس فولتج. هذه مواصفات عملية موجودة تتثبت على الدايود حسب موديل الدايود.
هذه كلها تتغير بعد درجة الحرارة، لأن هو أساسا الدايود يتغير عمله مع درجة الحرارة. وممكن الدايود يعمل كمتسعة، ليش؟ لأن فيزيائيا أنه المتسعة عبارة عن مادتين موصلتين بيناتهم مادة عازلة، أو لوحين موصلين بيناتهم مادة عازلة. أني عندي طرفين موصلين البي والان. المادة العازلة هي منطقة الاستنزاف، هذه المنطقة هي تستقطب الشحنات، منطقة الاستنزاف ممكن تكبر أو تصغر. تكبر هاي المنطقة بالانحياز العكسي، شوف هذا الكيرف رايح بالريفيرس، ايش قد الفولتية هنا، زيد الفولتية، بس كل ما اروح للفورورد كل ما تقل طبقة الاستنزاف تقل الفولتية. ليش؟ لان المادة العازلة قل سمكها، كل ما تزيد مساحة المادة العازلة حسب هذا القانون، هذا القانون، هذا الكونستنت اي على دي، اذا الاي زادت مساحة المادة العازلة قيمة المتسعة راح تزيد. عندي نوع ثاني من الدايود او غير الدايود الاعتيادي، الدايود يسموه زينر دايود. هذا الدايود، هذا الرمز مال الدايود، الزينر دايود يربط بصورة معاكسة للدايود العادي على التوازي مع الحمل، وظيفته الرئيسية تنظيم فولتية الحمل أو تثبيت فولتية الحمل. وعندي نوع من الدايودات يسموه الدايود الضوئي، اللي هو الليد، الليد لايت ايميتينج دايود. يعني هذه تستخدم تقنية حاليا بالشاشات، موجودة هاي التقنية، الدايود الضوئي، الدايود اللي من يعمل يبعث ضوء. عندي تحليل الدايود، من اجي احلل الدايود احلله بالفورورد والريفرس. هنا حسابيا ممكن اني احلل الدايود يسموها عن طريق الرسم، يعني هذه اطلع عليها بطريقة تقليدية، بس الاهم من هذا كليته نعرف انه احنا الدايود طريقة ربطه او اشكال ربطه، اذا كان المصدر دي سي عندي دائرتين رئيسيتين اللي هي دائرة توالي ودائرة توازي. نجي نشوف تحليل دائرة توالي، اذا كان المصدر دي سي هذه الدائرة مثلناها هنا مصدر فولتية، هنا بعد الدايود ايش مثلناه؟ مثلناه مصدر فولتية 0.7 على اعتبار الدايود هنا سيليكون ومقاومة. هذه عندي فورورد، ليش شلون عرفت فورورد؟ لان هذا مو اوبن سيركت، شورت سيركت، ومثلت الدايود بمصدر فولتية. من اجي احسب الفولتية على المقاومة، هي الفولتية الكلية ناقص فولتية الدايود، طلع عندي الفولتية على المقاومة. هذا القانون، فولتية الدايود الفي دي هي نفس الفي تي، تيار اللي يمر بدائرة التوالي هو نفسه تيار اللي يمر بالدايود، هو نفسه تيار اللي يمر بالمقاومة. هنا ما اقدر احسب التيار الدايود عن طريق الدايود، ليش؟ لان مقاومة الدايود ما ممكن اقيسها، بس ممكن احسب التيار اللي يمر بالمقاومة، وعلى اعتبار الدايود مربوط على التوالي مع المقاومة، فتيار التوالي هو نفسه التيار اللي يمر بكل أجزاء الدائرة، فتيار الـ IR يساوي VR على R. الـ IR هو نفس الـ ID لأن توالي، فالـ VR على R. هذه بالفورورد. بالريفيرس راح الدايود يصير open circuit مثل ما نشوف هنا. open circuit معناتها ما ممكن تيار يمر بهذا الجزء، ففولتية هذا الجزء صفر.
اذا فولتيت هذا جزء صفر، عمليا من اخلي فولت ميتر هنا بالاوبن سيركت راح يقيس لي فولتيت المصدر، فبالريفيرس الاي دي صفر والفي دي يساوي الاي. مثال ناخذ على هذه الحاله، منطيني يقول لك فور ذا سيريز دايود كونفيجريشن اوف ذا فيجر بيلو، هذا الشكل ديترماين احسب الفي دي فولتيت الدايود والفي ار فولتيت المقاومه اند اي دي تيار الدايود، بالاضافه قايل لي ريبيت وذ ذا دايود ريفيرسد، اذا عكسنا الدايود عيد لي الحسابات اللي حسبتها. الفي دي ابا نوع الدايود، اذا كان سيليكون 0.7، اذا جرمانيوم 0.3، اذا ايديال دايود صفر. فعندي هنا سيليكون فالفي دي هي 0.7 فولت. الفي ار هاي دائره التوالي، ففولتيه هذا الجزء يساوي الفولتيه الكليه او الفولتيه المصدر ناقص فولتيه الدايود. الفي ار تساوي اي ناقص فولتيه الدايود، وتساوي 8 فولت ناقص 0.7 7.3 فولت. تيار الدايود هو نفس التيار اللي مر بالمقاومه لان دائره التوالي، فولتيه المقاومه على قيمه المقاومه، فولتيه المقاومه 7.3 حسبتها، قيمه المقاومه حسبتها، تيار يطلع عندي 3.32 ملي امبير. هذه بالفورورد. بالريفيرس اجي امثل الدايود اوبن سيركت، حسبت الفي دي، هنا الفي دي بالاوبن سيركت هي نفس فولتيه المصدر 8 فولت، الفي ار صفر لان الاي ار صفر، والاي دي يساوي الاي ار هو صفر. ناخذ شكل ثاني من هاي الدائره. هذه الدائره تتكون من مصدرين، مصدر اي 1 واي 2. هسه لو اجي هذه الدائره يعني ارسمها بغير صوره، هذه الدائره اللي موجوده عندي انا رسمتها ببرنامج البنت بس توضيح حتى نشوف شلون هذه المعادله شلون جتي. هو يريد يحسب التيار الكلي يمر بالدائره والفولتيه في 1 اللي هي مسلطه على ار 1 والفي 2 المسلطه على الار 2، بالاضافه انه احسب الفي اوت، هذه الفي اوت نشوفها برنامج البنت. شوف انت هنا هذا الايوان هو هذا الطرف السالب للموجب، عندي القيمة موجبة هاي الار 1 وهذا الدي وهاي الار 2 وهذا الاي 2. خلي بس اشوف المصادر مال الفولتية، خلي اترك المقاومات اجي مصادر الفولتية اجمعهن. تيار طلع من المصدر 1 من القطب الموجب، فاذا قيمة المصدر موجبة. اجي الفي دي التيار اللي يطلع من يا قطب سالب، فقيمة المصدر سالب. الاي 2 عندي منطيني بالسؤال سالب معناته القطب السالب مربوط بالدائرة والموجب للجراوند. فجمع المصادر اذا اجي هنا التيار طب من السالب طلع من الموجب، قد قيمة الاي 2 موجب. اذا مجموع الفولتيات هي اي 1 ناقص في دي زائد اي 2، او اي 1 زائد اي 2 ناقص في دي مثل ما عندنا بالمعادلة، اي 1 زائد اي 2 ناقص في دي على مجموع المقاومات. فطلع عندي قيمة الاي 1. الفي 1 هذه الفي 1، الاي هو نفس التيار اللي يمر بالار 1 نفس التيار اللي يمر بالار 2، والفولتية حسب قانون اوم تساوي التيار في المقاومة، معناتها V1 يساوي I في R1 طلع عندي V1، V2 I في R2 طلع عندي. ايش بقى عندي؟ بقى عندي V out،
الفولتية اللي أقيسها هذا على هذا الطرف وهذا الطرف، لو أجي أخذ على هذا الطرف أخذ لوب بهالاتجاه، لوب بهالاتجاه نفس الشيء، لوب يعني هذا الكيرف أخذه أشوف اتجاه التيار، اتجاه التيار طلع من هذا المصدر من يا قطب طلع من القطب السالب. إذن ناقص اي تو، التيار اللي دخل بالمقاومة من القطب السالب من طلع من القطب الموجب، إذن فولتية على الار تو هي موجبة. البي اوت اجي في اوت هذا من الموجب للسالب ناقص في اوت، الفي اوت تساوي صفر، الفي اوت تعبر بعد اللي يساوي صارت موجب، الفي اوت يساوي ناقص اي تو زائد في تو او في تو ناقص اي تو وتساوي بوينت سالب بوينت 44. عندي هسه الدائرة الثانية البارلل التوازي، هذه الدائرة احنا نشوفها بس هي دائرة كلش بسيطة، يريد البي اوت الفولتية على هذا الجزء والاي وان التيار الكلي والاي دي وان والاي دي تو هذه الدائرة. البي اوت من اجي اقيس هنا هي نفسها فولتية الدايود، بما انه اذن الدايودين مربوطات نفس المواصفات فايش يقرا لي بالشور سيركت، يقرا لي فولتية الدايود اللي هي بوينت 7. التيار الكلي تساوي فولتية او تساوي هي فولتية المقاومة، هذه فولتية المقاومة ايش تساوي، فولتية المقاومة هذه تساوي تساوي الفولتية الكلية ناقص فولتية الدايود، هذني دايود على التوازي. على التوازي الفولتيات متساوية، فمن اقول الفي ار تساوي اي ناقصا في دي، ايش قد الفي دي؟ بوينت 7، فعشرة ناقصا بوينت 7 على قيمة المقاومة، عشرة ناقصا بوينت 7 على قيمة المقاومة. التيار الكلي طلع عندي 28.18 ملي امبير. التيار وصل لهنا راح يتجزئ، جزء يطب هذا الدايود جزء يدخل بهذا الدايود، ذن الدايود نفس المواصفات، نفس المواصفات معناته هذا الدايود التيار ينقسم بالتساوي بين هذا الدايود وهذا الدايود، معناته الاي دي 1 هو الاي 1 على 2 وهو نفس الـ ID2. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، وإن شاء الله بدرس المختبر راح نعيد حل هذه التمارين وراح نضيف تمارين أخرى إن شاء الله حتى تترسخ الفكرة ببالكم. أتمنى لكم الموفقية.